طيب، يعطيكم العافية. اليوم رح نبلش بشابتر 4. طبعا أنا لسه ما نزلت السلايدز على الإي ليرنينج لأني بس بحاول، في توبك بدي أختصر لكم إياه شوي عشان موضوع الفصل الصيفي إنه يصير، اللي هو آخر توبك بالسلايد اللي هو الكلاسيفايد ستيتمنت أوف فاينانشال بوزيشن. فعشان هيك يعني السلايد قبل ما أجهزهم بنزلهم. هلأ شابتر 4 فيه 3 توبكس صراحة. في توبكس اصلا بالكتاب موجودين، وفي توبكس احنا دكاتره الماده ضفناهم لانه شفنا انهم ضروريين، زي الكوركتنج انتري او هيك. فشابتر 4 رح يحتوي على 3 سيبريت توبكس. اول واحد اللي هو بريبيرينج كلوزنج انتريز، ثاني توبك اللي هو الكوركتنج انتري اللي هو انت لما تغلط بجورنال انتري، سجلت جورنال انتري غلط وبدك تصحح هذا الخطأ، كيف ممكن تصححه؟ بنصححه باستخدام إشي اسمه correcting entry، قيود تصحيحية. هذا الـ next topic رح يكون عنا، و third topic اللي هو أنا رح أحاول أختصره شوي لأنه أنت بهمني تاخد عنه فكرة، لكن رح يمرق معك chapter كامل in details اسمه classified statement of financial position بانترميديت 1 اذا انت طالب اكاونتنج، لكن احنا بنعطي عنه فكره هون عشان طلاب اللي مش اكاونتنج. لكن بانترميديت 1 تاخذ شابتر كامل اسمه كلاسيفايد ستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن، يعني نفس الفاينانشال بوزيشن اللي اخذناها قبل، لكن بدنا نعملها جروبينج، بدنا نعملها كلاسيفيكيشن. فراح هذا التوبك شوي راح اختصره عشان طبيعه الفصل الصيفي انه شوي يصير، يعني مش كثير راح اختصره، هو احنا اصلا بنعطيه بشكل مختصر، بس رح أحاول أبسط لكم إياه أكتر عشان ما يعني أكبر المادة أكتر من هيك. اليوم رح نبلش بأول topic اللي هو الـ closing entries، واللي هو يعني الكور الأساسي لهذا chapter، وهم the final step in the accounting cycle. هاي الأكاونتينج سايكل أنا على فكرة ورجيتكم إياها قبل هيك، رغم إنها كانت مش مطلوبة منكم، بس أنا ورجيتكم إياها كان لهدف إني أفهمك ليش أنا ماشي معك بهذا الترتيب بالمادة. هلأ رح أشرح لكم إياها، هي مطلوبة منكم بشابتر 4. أنا هلأ رح أشرح لكم إياها، أرجع أفهمك شو يعني أكاونتينج سايكل، أورجيك إحنا شو عملنا. هلأ أنت بعد ما إحنا مشينا فيها، إحنا مشينا ب 90% من السايكل، أنت رح تكون فاهمها أكثر. الاكاونتنج سايكل اللي هي الستبس اللي ريكويرد ان ايتش اكاونتنج بيريد، يعني احنا كل اكاونتنج بيريد لازم نمشي بهاي الستبس. اوكي، بتبلش الاكاونتنج سايكل باناليسز اوف ذا بزنس ترانزاكشن، يعني تشوف شو الترانزاكشن اللي بتسجل، شو اللي ما بتسجل، شو اثره على الحسابات زي ما تعلمنا بشابتر 1. بعدين تعمل جورنالايزنج بوستنج وترايل بالانس زي ما تعلمنا بشابتر 2. دائما عمليه الجورنالايزنج قبل البوستنج، انت لازم عشان تعرف شو بدك تنقل ارصده، شو تنقل حركات لتحسب ارصده، لازم تعرف شو الحركه اللي صارت. فدائما بليز ميزوا، اول شيء انا بعمل جورنال انتري، بعمل جورنالايزنج، بعدين بعمل بوستنج. بعدين اتفقنا انه بنعمل ترايل بالانس، بتساعدنا تو لوكيت الايرورز اللي عندنا، اذا عندنا ايرورز معينه بتساعدنا كمان الترايل بالانس انه نشوف شو الارصده اللي بدها تحديث، شو اللي ما بده تحديث. بعد ما نعمل الترايل بالانس العاديه ننتقل لشابتر 3 اذا متذكرين، عملنا جورنالايز اند بوست للادجستنج انتري، يعني سجلنا الادجستنج انتري وعملنا له بوستنج، يعني رحلنا حركاته على الارصده على التي اكاونت. بعد ما عملنا الادجستنج انتري عملنا ادجستد ترايل بالانس اذا بتتذكروا، حكينا عنها مهمه كثير لانها البرايمري سورس فور بريبيرينج فاينانشال ستيتمنت. بعدين انتقلت معكم لاعداد الفاينانشال ستيتمنت، صح؟ هذا احنا كل شيء عملناه من اول الفصل، يعني احنا ماشيين بالاكاونتنج سايكل تمام. شو ضل علينا؟ ضل علينا خطوه 8 و9 اللي هي مرتبطات في بعض، جورنالايز اند بوست كلوزنج انتريز، وبعدين prepare a post closing trial balance. وهيك بتكون انتهت عنا الاكاونتنج سايكل، وبال next accounting period بنبلش accounting cycle جديده من اول وجديد، من analysis the journalize the posting الى اخره. فبليز بدي اياك تنتبه انه احنا بنعد قوائمنا الماليه قبل ما نعد ال closing entries. طيب شو يعني closing entry، وشو الحسابات اللي بنعملها closing، وشو يعني post closing trial balance، هذا كله بدي اشرح لك اياه اليوم، اتفقنا؟ طيب
يعني closing؟ أول إشي بدي إياك تفهم معي إيش يعني closing، وبدي أشرح لك إياها. please ما تفهم إنه closing تعني إغلاق الحساب بالكامل، أو إنك تعمل له delete، إغلاقه يعني إنك تشطبه من الريكوردز تبعونك، أو إنك تعمل له delete. closing it means to transfer البالانس تبع هذا الحساب لحساب تاني، ويصير هذا الحساب رصيده صفر. closing it means إنه to transfer البالانس اللي موجود بهذا الحساب لحساب تاني، وراح أقول لك شو الحساب التاني، وبصير البالانس لهذا الحساب اللي انت اغلقته زيرو. يعني ايش انك عملت له ديليت؟ انت فقط حولت رصيده لصفر. ماشي، هاي اول نقطه بدي اياك تكون فاهمها. closing entry produce a zero balance in each temporary account. وهلا راح افهمك ايش يعني temporary account. طيب امتى انا بعمل closing؟ واضح من الحكي اللي انا شرحت لك اياه انه closing بينعمل at the end of the accounting period، بعد ما اعد الفاينانشال ستيتمنت. ليش بعد ما اعد الفاينانشال ستيتمنت؟ ما انت في عندك حسابات راح تصفرها temporary account زي الريفينيو مثلا والاكسبنسز، راح انت تعمل البالانس تبعها زيرو. طب اذا انت عملت البالانس تبعها زيرو واجيت بعدين بدك تعمل انكم ستيتمنت، كيف بدك تعرف الارصده ما انت حاططها زيرو؟ فمش راح تقدر تعمل فاينانشال ستيتمنت، مش راح تقدر تعمل انكم ستيتمنت مثلا. فعشان هيك يو نيد تو بريبير فاينانشال ستيتمنت بعدين تعمل لي closing entry، عشان تكون كل الأرصدة موجودة بأرصدة، كل الحسابات موجودة بأرصدتها الحقيقية مش مصفر. طيب شو الحسابات اللي بنعمل لها closing؟ خليني أفهمك ليش إحنا بنعمل closing أصلاً، لتعرف شو الحسابات اللي بنعمل لها closing. هلأ عملية closing فعلياً هي عملية transfer للnet profit، وعملية recognition للdividends اللي وزعته على shareholders. طيب خلينا نتذكر مع بعض، لما أنا حكيت لك إحنا هلأ بدنا نرجع نشرح عن corporation طبعاً، يعني إحنا دائماً بنشرح corporation بعدين بنشوف لو إحنا sole proprietorship شو بده يفرق معنا. فأنا هلأ عم برجع بشرح لك corporation. خليني أذكركم أو أنتوا تذكروني إنه corporations وين بتجمع صافي الربح تبعها اللي بتراكم على مدى السنوات على مدى الفترات؟ في حساب مخصص لهاي الغاية أنا حكيت لك عنه قبل هيك، حساب إيكويتي بالذات. مين يذكرني هذا الحساب شو اسمه؟ Retained Earnings دكتورة. بالضبط، excellent. حساب Retained Earning. فعلياً بالcorporations في عندي حساب مخصص لغايات الاحتفاظ بالنت بروفيت اللي بتعمله الشركات على مدى السنوات، فالاسمه ريتيند ايرنينج. وانا شبهت لك اياه قبل هيك زي حصاله، هو اصلا اسمه بالعربي ارباح مدوره، تدورت يعني من فترات سابقه او ارباح السنوات السابقه هيك بسموه. فحساب الريتيند ايرنينج راح احوش فيه النت بروفيت اللي عملته الشركه كل سنه بسنتها، بصير ازيد عليه كل سنه شو عملت نت بروفيت أحوشهم بحساب اسمه retained earning. ففعلياً عملية closing يعني closing entry زي كأنها عملية recognition للnet income بالretained earning، يعني زي كأني I will transfer البالانس تبع النت profit تبع الشركة لحساب الأرباح المدورة. خلص أنا اشتغلت هاي السنة، بعت ودفعت مصاريف وعملت نت profit بقيمة 50,000 وخلص، وعديت قوائم المالية وشفت قديش النت profit تبعي، قارنت هاي السنة بالسنوات السابقة كل سنة لحاله وخلص وخلصت. هلأ I need to transfer هذا النت بروفيت أحطه بالحصالة تبعي، خلص أحوشه. أوكي، هذا أنا زي كأني اللي قاعدة بعمله بالكلوزينج انتريز. طيب أنت قاعدة بتحكي لي transfer النت بروفيت، transfer النت بروفيت. طب أنا ما عنديش كان حساب اسمه نت بروفيت. yes true، ما كان عندي حساب اسمه نت بروفيت. النت بروفيت هو حاصل طرح رقمين من بعض، شو هم؟ الريفينيو ماينس الإكسبنسز. معناته لما انا اقول لك transfer net profit معناته you need to close the revenue and the expenses account ليطلع معك محصله ربح الشركه اللي هو revenue minus expenses. لانه yes true ما عندكش حساب اسمه net profit، لكن عندك حساب اسمه revenue وعندك حسابات اسمها expenses، حاصل طرحهم من بعض بيطلع عندك النت profit. عشان هيك اول حسابات temporary account تغلق هي حسابات الريفينيوز وحسابات الاكسبنسز. لما انا اغلق الريفينيو والاكسبنسز وين بغلقهم؟
بغلقهم لحتى أوصل للنت بروفيت اللي أنا بدي أحوله على الريتيند يعني. هاي أول نقطة. طيب معناته أنا بغلق الريفينيو وبغلق الإكسبنسز. طب شو قصة الديفيدنس هاي المكتوبة بالسلايد؟ تذكروا معي إحنا كشركة غير إنه إحنا بنعمل نت بروفيت وبنحطها بالريتيند إيرنينج، إحنا اتفقنا إنه ممكن أنا أقرر أوزع ديفيدنس على الشير هولدرز تبعوني، صح؟ سميناها توزيعات أرباح. الديفيدنس اللي توزع على الشير هولدرز زي كأني أنا مسكت من الربح تبع الشركة، سواء ربح هاي السنة أو سنوات سابقة، واتفقنا إنه ممكن أكون أنا عاملة نت بروفيت 10,000 وأوزع 100,000، أنا حرة يعني بوزع من أرباحي سواء هاي السنة أو السنوات السابقة. المهم إنه الديفيدنس فعلياً زي كأنك شلت من أرباحك وعطيتها للشير هولدر، صح؟ يعني زي كأنك أنت خفضت أرباح الشركة المدورة أو المحتجزة أو المحوشة عندك، مسكت جزء منها وعطيتها للشير هولدرز. معناته الديفيدنس شو بتعمل بالريتيند ايرنينج؟ بتخفضها. يعني أنا محوشة عندي 100,000 أرباحي على مدى 10 سنوات، قررت أوزع منها 10,000، معناته الأرباح اللي محوشة عندي راح تنخفض من إنها 100,000 راح تصير 90,000، مزبوط؟ معناته الديفيدنس اللي إحنا لما وزعناه حكينا ديبت ديفيدنس كريدت كاش، صح؟ هذا حساب الديفيدنس برضو راح يغلق لأثبت إنه هذا الديفيدنس خفض لي أرباحي المدورة، خفض لي الريتيند إيرنينج تبعيتي، مسكت من تحويشتي ووزعتها على الشير هولدرز. عشان هيك برضو غير إغلاق الريفينيو والإكسبنسز لإثبات النت بروفيت اللي صار وتو ريكوغنايز النت بروفيت وترانسفير البالانس تبع النت بروفيت على الريتيند إيرنينج، يعني حوشت عليه ربحي تبع هاي السنة، كمان بثبت أنا شو وزعت ديفيدنس على الشير هولدرز هاي السنة. اوكي، فالحسابات اللي راح تغلق عندي اللي انا الحين عاملها كلوزنج، حسابات الريفينيو، حسابات الاكسبنسز اللي هم محصل الطرح من النت بروفيت، وحساب الديفيدنس، هدول هم التمبرري اكاونت اللي يجب اغلاقهم بنهايه كل اكاونتنج بيريد. طيب هم ليستد قدامكم هون. At the end of the accounting period, the company may make accounting ready for the next period. إيش يعني make the account ready؟ يعني أحد أهم أسباب closing entry to make the account ready. يعني أنا ربحت وبعت وخسرت بسنة 2019، خلصت من سنة 2019، خلص بدي أبلش سنة 2020 زي ما بقولوا على نظافة، بدي أصفر العداد عشان لما أبلش أبيع وأشتري وأربح وأخسر بسنة 2020 أكون عارفة أدائي بسنة 2020 غير عن أدائي بسنة 2019. ما بديش الأرباح تبعيتي، سوري، ما بديش الإيرادات أو المصاريف تضلها تتراكم بحيث أني أنا ببطل الميزة. يعني افرض أنا شركة مؤسسة من سنة 1980، ما بديش أنا تضلها الإيرادات تبعيتي تتراكم وتوصل لمليارات وأنا مش عارف هاي الإيرادات هي جتني من سنة 80 ولا هاي من سنة 2020 ولا شو قصتها. عشان هيك أنا بفصل كل سنة لحد. طبعاً أنا نازل أحكي لك كل سنة كل سنة لأنها it's the common period for closing، إنه إحنا بنعمل closing at the end of each year حتى لو الaccounting period تبعيتي كانت شهر. للأمانة عشان هيك حتى السلايد كاتب لكم companies generally journalized and post closing entry at the end of the annual accounting period. لكن أنا ما بدي أدخلك بهاي المتاهة كثير، انت خلص اعرف انه الاكاونتينج سايكل بتحتوي كل الخطوات وبتنعمل كل اكاونتينج بيريد بما فيها الكلوزينج. لكن to be honest with you الكلوزينج انتري usually يعد بنهايه الاكاونتينج يير، مش بنهايه كل شهر. يعني عاده الشركات ما بتغلق حساباتها كل شهر، بتغلقها كل سنه، حتى لو بعمل adjusting كل شهر، حتى لو بعد financial statement كل شهر، بس الكلوزنج عادة يعد generally زي ما هو كاتب لك بانيولي مش شهريا. لكن أنا ما بدي أتوسع لك كتير بهذا التوبيك وإيش الكومن براكتس وإيش اللي مقبول وإيش اللي مش مقبول. خلص اعرف لأنه الأكاونتينج سايكل بتقول لك امشي بكل هالستبس. عشان أسهل عليك، أنا الكلوزنج دائما بدي أفترضه أنه الأكاونتينج بيريد لهاي الشركة سنة وخلص، معناته الكلوزنج رح يصير بنهاية الأكاونتينج بيريد اللي هي برضو سنة، فرح يصير بنهاية السنة، ماشي؟ طيب معناته أنت بدك يعني أغلق الريفينيو أكاونت، الإكسبنسز أكاونت والديفيدنس. ضل حساب تيمبوراري أكاونت لازم يغلق برضو، لكن هون مش مكتوب بهاي الليستة، لازم أنت تكون عارفه، اسمه إنكم سماري.
شو قصته هذا الانكم سمري؟ برضو temporary account هو يفتح بالشركات لغايات الكلوزينج فقط. يعني الانكم سمري is a temporary account, we only open it for closing purposes, ويغلق بنهاية عملية الكلوزينج برضو زيه زي أي temporary account تاني. يعني رح يفتح في بداية الكلوزينج ويغلق بنهاية الكلوزينج, مش رح يضل عندي بعد هيك. أوكي؟ الانكم سمري من اسمه, اسمه انكم سمري يعني اسمه خلاصة الربح, معناته رح أغلق فيه أرباح الشركة أول إشي قبل ما أغلقها بالريتيند إيرنينج. يعني هو حساب وسيط. شو الهدف منه؟ يعني أنا بدي أحاول أبسط لك إياها وبديش أحكي لك محاسبة كتير. الإنكم سمري يعني بدل ما أنا أغلق الريفينيو بالريتيند إيرنينج وأغلق الإكسبنس بالريتيند إيرنينج وأصير أنا أشوف أجمع وأطرح وأشوف شو حصيلة الربح تبعيتي, بقول لي لا, افتحي لي حساب وسيط, اغلقي لي فيه الانكم سمري, اغلقي لي فيه سوري الريفينيو والاكسبنسز, وحطي لي فيه النت بروفيت تبع هاي الشركه لهاي السنه, بعدين امسكي لي اياه وهو هذا الانكم سمري هو اللي اغلقيه بالريتيند ايرنينج عشان حساب الريتيند ايرنينج يكون ظاهر فيه النت بروفيت جاهز. اوكي, يعني هيك انا بدي ابسط لك اياها لتفهم الفكره. فحساب الانكم سمري بفتحه لاغلق فيه حسابات الريفينيو والاكسبنسز فقط, لأوجد فيه خلاصة ربح الشركة اللي هي بتنتج من الريفينيو والإكسبنسز. فبفتح الإنكم سمري بغلق فيه الريفينيو والإكسبنسز, بعدين هو بمسكه وبغلقه بالريتيند إيرنينج. أوكي؟ طيب, معناته التمبرري أكاونت, الريفينيو أكاونت, الإكسبنسز أكاونت والديفيدنس والإنكم سمري. طب شو ضل عندي حسابات مش تمبرري؟ معناته حسابات بيرمننت عكس تمبرري بيرمننت. الحسابات البيرمننت عندي اللي هي حسابات, شو اللي ضل عندي غير هدول؟ ضل عندي الاسيت والليابيليتيز والايكويتي, معناته حسابات الستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن هي البيرمننت اكاونت اللي هي فعليا بتبين لي وضع الشركه المالي. وضع الشركه المالي متراكم. يعني يا شباب, افرض انت خلصت سنه 2019 وعندك كاش بالبنك او بالشركه 20,000, تيجي بتحكي لي يلا صفري لي الكاش. وليه أصفر الكاش؟ ما يكمل عندي ويسد رواتب والتزامات 2020, ليه أصفر الكاش؟ ما في داعي أصفر الكاش. تيجي أنت بتحكي لي أنا كان عندي بالذمم مع زبون بالأكاونت يسوى بال 5000 دينار, خلصت 2019 إجا الزبون بواحد واحد 2020 يدفع لك, تقول له لا عمي أنا سكرت السنة وسكرت الذمم اللي عليك وصفرت الحساب, خلص روح روح مسامح. أنت برأيك هذا منطق؟ أكيد مش منطق. فالحسابات هاي رح تترحل معي أرصدتها للسنوات الجاي, مش رح تصفر عندي. افرض أنت متداين إن البنك 50,000 دينار على 5 سنين, لما أنت خلصت السنة وأنت مش ساد القرض بتقول لي خلص أنا بدي أشطب القرض, بدي أحول رصيده لزيرو. طب ما أنت مش ساده, ما هو البنك بيرفع عليك قضية, لازم ترحل أرصدته للسنة الجاي. الوضع المالي للشركة مبني على أدائها خلال السنوات كله, لكن ربحية الشركة بهاي السنة مبنية على ربحيتها شو باعت وشو اشترت بهاي السنة فقط. فهذيك الحسابات تغلق, لكن حسابات الأسيت والليابيليتي والإيكويتي مستمرة على طول عمر الشركة, فرح تضل أرصدتها تترحل من سنة لسنة. وإذا بتتذكر أنا مرة كتبت لك جملة على البورد, الإندينج بالانس for a certain accounting period is the beginning balance for the next accounting period, صح؟ مظبوط. انا وقتها اذا بتتذكروا حكيت لكم, مش كتير رح ادخلكم بتفاصيل بهاي الجمله, رح اكتب لك القاعده وامشي, لكن هلا بدي اوضح لك انه هاي القاعده مظبوطه فقط للبيرمننت اكاونتس زي الكاش, اي حسابات اسيت زي الليابيليتي الاكاونت بيبل الاكاونت ريسيفبل. فهاي القاعده تطبق فقط على البيرمننت اكاونت لانه ارصدتها تترحل معي من سنه لسنه من شهر لشهر whatever, لكن التمبرري اكاونت لا, تغلق عندي, رح يصير رصيدها رح تبلش عندي بزيرو. اوكي, فهاي القاعده صحيحه لحسابات البالانس شيت, لحسابات الستيتمنت فاينانشال بوزيشن, الاسيت لايبيليتيز والايكويتي. ضلك متذكر عندي انه الايكويتي بالكوربوريشن مكون من حسابين, شير كابيتال وريتيند ايرنينج. فريتيند ايرنينج از ا بيرمننت اكاونت لا يغلق, اذا بتغلقه مش عارفه شو بدي اسوي فيك. احنا بنغلق فيه مش بنغلقه. يعني احنا حكيت لك الانكم سمري والديفيدنس تغلقهم بالريتيند ايرنينج, يعني يو ترانسفير البالانسز تبعونهم على الريتيند ايرنينج, مش بتغلق الريتيند ايرنينج.
فأنت بتغلق فيه مش بتغلقه، واضح اللي أنا بحكيه؟ طيب اتفقنا شو بنغلق وشو ما بنغلق، ليش بنغلق وشو يعني بغلق، كله هذا حكيناه. شو يعني closing، شو هي الحسابات اللي بنعملها closing ومتى بعمل closing، اتفقنا. هلأ رح نبلش نطبق عملي. ايش يعني هاي الستيبس تبعيت الكلوزينج؟ اول ستيب close the revenue accounts، بعدين تاني ستيب close the expenses account. اتفقنا انه بغلقهم بحساب اسمه income summary، يعني I transfer البالانسز تبعونهم لحساب income summary. الثيرد ستيب يو كلوز الانكم سمري بالريتيند ايرنينج، والفورث ستيب يو كلوز الديفيدنس بالريتيند ايرنينج. طبعا هلا رح تشوفوا كيف انه الديفيدنس بتخفض الريتيند ايرنينج مش بتزيدها. هلا رح تشوفوا كيف لما اعمل الكلوزنج انتري. اوكي طبعا هو حاط لك هون هينتس انه الريتيند ايرنينج از ا بيرمننت اكاونت زي ما حكيت، اول اذر اكاونتس اللي مكتوبه هون كلهم تمبرري. كمان هيلبفول هينت انه الديفيدنس اكاونت از كلوز دايركتلي ان ذا ريتيند ايرنينج. بليز اوعك تروح تغلق لي الديفيدنس بحساب الانكم سمري لانه مش اكسبنس، وحساب الانكم سمري مخصص فقط لغايات الحسابات المتعلقه بالبروفيت اللي هي الريفينيو والاكسبنسز. وانا اكدت انه الديفيدنس از نوت ان اكسبنس اكاونت، فلا يغلق بالانكم سمري، مباشره بغلقه بالريتيند ايرنينج. ماشي، دول هم الكلوزنج انتريز لازم تمشوا فيهم بالترتيب اللي وارد قدامك. ليش؟ هذا هو اللوجيكال اوردر تبعهم، يعني بالمنطق بصيرش انت تروح تغلق الانكم سمري قبل ما تغلق الريفينيو والاكسبنسز. ما هو حساب الانكم سمري صار فيه رصيد لاني اغلقت فيه الريفينيو والاكسبنسز، فلازم اغلق الريفينيو والاكسبنسز بعدين اغلقه عشان اشوف قديش صار فيه رصيد واغلقه. فما بنفع انك تغلق لي الانكم سمري قبل الريفينيو والاكسبنسز، فلازم تمشي بهذا الترتيب. مش منطق انك تغلق الاكسبنس قبل الريفينيو لانه رح ينكشف معك حساب الانكم سمري بافتراض انه الشركه عندها نت بروفيت. فانت بتغلق الريفينيو بعدين بتغلق الاكسبنسز لانه الاكسبنسز مطروحه من الريفينيو. بتغلق الريفينيو بعدين بتغلق الاكسبنسز بعدين بتغلق الانكم سمري، واخر شيء بتغلق الديفيدنس لانه هم يعتبروا توزيعات ارباح ويوجوالي بيكونوا من ارباح السنه الحاليه نوعا ما. فالديفيدنس هي اخر خطوه عندك. اوكي فلازم تمشي بهاي الترتيب يا شباب. إذا أنا طلبت منك to prepare closing entry لازم تمشي بهذا الأوردر: close revenue, close expenses, close income summary بعدين close dividends. وإذا أنت ما حليت بهذا الترتيب حلك بكون خطأ والسيستم ما بيتعرف عليه. أوكي اتفقنا؟ طيب ما رح أشرح لكم إياهم نظري هيك على السلايد، أنا حاب أشرح لكم إياهم على البورد أفضل. بدي اياكم هيك تركزوا معي شو هم الستبس، واحنا رح نشرح الانتريز اليوم وبكره نحل عليهم اسئله. طبعا هم سهلين، يعني انا رح افهمك اياهم فهم بحيث انك انت تفهم كيف يتم اغلاقهم، لكن هم لو حفظتهم بصير، بس خليك حذر باغلاق الانكم سمري بس. اوكي طيب هاي الشركة طبعا هي هاي على فكرة نفسها شركة يزيكي بتوقع، اللي هي كان عندهم سيرفيس ريفينيو بقيمة 10,600 وعندهم هدول الاكسبنسز وعندهم ديفيدنس ب 500 والى اخره. خلينا نبلش بأول وحدة، وإذا أنت فهمت أول وحدة الباقي نفس الكونسبت. طيب راح أفتح لكم الفيديو لحتى نحل السؤال أو يعني أوضح لكم السلايد أفضل. طيب رصيد السيرفيس ريفينيو كان فيه 10,600 طبعا هذا اللي مكتوب قدامي، يعني انا من وين جبت الرصيد اللي مكتوب قدامي. طب انا بدي اسالكم الارصده يعني البالانسز تبعون الحسابات من وين انا بجيبهم؟ مين يقول لي من وين بجيب البالانسز تبعون الحسابات؟ من التي اكاونت دكتوره. Excellent. بالضبط من التي اكاونت. الارصده بتكون ظاهره بالتي اكاونت بالليجر. بليز ما تقول لي الارصده موجوده بالجورنال، الجورنال فيه جورنال انتريز. انا لما احكي لك عن بالانس بدي البالانس بكون بالتي اكاونت بالليجر، واللي احنا ايفنتشلي عاده بنفرغه بلسته اسمها ترايل بالانس، صح؟ باخذ الارصده وبعمل ادجستد ترايل بالانس،
فيا بتاخذهم من الادجستد ترايل بالانس يا بتاخذهم من التي اكاونت. المهم انك لما تيجي تغلق لازم تاخذ الارصده محدثه والنهائيه مش قبل الاغلاق او هيك. فانت بتاخذ الارصده. طبعا احنا عاده بالامتحان او بالكويز احنا بنعطيك الارصده جاهزه. فانا عندي حساب السيرفيس ريفينيو كان فيه 10600، شو رايكم احطه في الديبت ولا بالكريدت؟ الكريدت. كريدت ليه؟ لانه النورمال بالانس له كريدت وانت لازم دائما تفضل النورم تفترض النورمال بالانس. فانا في عندي 10600 بحساب السيرفيس ريفينيو. اول ستيب بالكلوزنج بتحكي لي روح اغلق لي حساب الريفينيو. وين اغلقه؟ بالانكم سمري. هلا مش مهم وين، هلا خلينا نعرف كيف بدنا نغلقه. اول نقطه، انا هذا الحساب طبعا لا اعني بكلامي اني بدي اعمل بوستنج قبل الجورنالايزنج ابدا، انا بس بدي اشرح لك لتفهم علي شو يعني كلوزنج، لاني انا بكره انك تحفظ. الكلوزنج كان معناها تو ترانسفير البالانس لزيرو، مزبوط. فانا بدي اياك هذا الحساب اللي فيه 10600 بدي اياك توصل لي رصيده لزيرو. طلع على الحساب واحكي لي شو الحركه اللي لازم اسجلها على هذا التي اكاونت لاوصل لزيرو بالانس بالحساب هذا. شو لازم اعمل؟ شو قيمه المبلغ؟ وين احطها؟ ديبت ولا كريدت؟ الدكتوره بحط بالديبت 10600. بالضبط. شايفين كيف زميلتكم عملت كلوزنج بدون ما انا اشرحه؟ بتروح انت تحط بالديبت 10600 لتوصل لبالانس اسمه زيرو، لانه انا عندي 10600 بالكريدت وعندي 10600 في الديبت. كيف بنحسب بالانسز بالتي اكام؟ اللي على نفس الجهه بجمعهم، اللي على عكس بعض بطرحهم. فانا بما انه عندي 10600 بالكريدت وانا بدي اوصل لزيرو لازم يجيني حركه ديبت ب 10600، صح؟ هاي حركه الكلوزنج، هاي هي حركه الكلوزنج. طبعا انا عملت هيك عشان افهمك ليش انا هلا لما بدي اكتب الكلوزنج انتري للسيرفيس ريفينيو راح اروح احكي لك ديبت سيرفيس ريفينيو ب 10600. ليش؟ لاغلقها. هي اصلا كريدت ب 10600 وانا بدي اياها تصير زيرو، بدي تو ترانسفير البالانس تبعها لحساب ثاني. هلا بحكي لك شو الحساب الثاني. عشان هيك انا حطيت ديبت ب 10600. طبعا انا بدي امحي لك هلا هاد عشان ما تقول لي ليش عملتي بوستنج قبل الجورنالايزنج. انا ما عملت بوستنج قبل الجورنالايزنج، انا بس كنت بفهم. هلا حساب السيرفيس ريفينيو وارد عندي بالتي اكاونت بهاي الطريقه، البالانس تبعه 10600. طبعا هو كان عليه حركات قبل بس انا بهمني هلا البالانس. البالانس 10600، عشان اغلقه حطيته بالديبت ب 10600. تعال اعمل لي بوستنج. هلا الوضع الطبيعي انه بعد ما اعمل جورنالايزنج بعمل بوستنج. تعال اعمل لي بوستنج. الكلوزنج انتري اللي راح ينعمل حكى لي انه السيرفيس ريفينيو اجى حركه ديبت ب 10600، البالانس هيني صورت زيرو. اوكي، ذس از النورمال بروسيس، اني بعمل الجورنال انتري بعدين بعمل بوستنج. بس انا ليش شرحت لك اياها على التي اكاونت؟ لاني بحسها اسهل انها توصلك، يعني بحسك انت بتستنبط كيف انا وصلت لزيرو. انا لازم اعمل حركه ديبت ب 10600 لاوصل لزيرو، تمام؟ طيب طبعا القيد ما خلص معي هيك، القيد بده طرف ثاني، بده كريدت. احنا اتفقنا انه حسابات الريفينيو وحسابات الاكسبنسز بغلقهم بالحساب اللي مخصص لهاي الغايه اللي اسمه انكم سمري. شرحت لك ليش انا بستخدمه 10600. هيك انت بتكون خلصت. This is the closing entry for revenue. تمام؟ في اشي صعب؟ هاي انت بتكون خلصت the first step بالclosing. ضل عليك ثلاث خطوات بنفس الكونسبت. عندي حساب ببالانس معين بدي اعمل عليه حركة بالجهة الثانية لاغلقه ويصير زيرو. اوكي، اسالوني قبل ما انتقل للي بعديها. في حدا عنده سؤال؟ دكتوره
هلا هو على الجهتين 10600؟ يس، عشان يتوازن مع القرض. اوكي طيب، انا عملت بوستنج لحساب السيرفيس ريفينيو. طب خليني اعمل بوستنج للحساب الثاني اللي هو اسمه انكم سمري. هاي فتحت لك هناك حساب اسمه انكم سمري. الانكم سمري اجته حركه كريدت ب 10600. طبعا انا ما بطلب، يعني قصدي مش لازم انت تعمل تي اكاونت وانت تعمل كلوزنج انتري، اتس اب تو يو. انا بحطهم عشان انت تفهم عليه، لكن انا بدي اطلب منك طلب او اساعدك يعني بشغله. دائما حساب الانكم سمري اعمل له تي اكاونت، بيساعدك على الحل، لانه الانكم سمري ما له نورمال بالانس. يعني انت حافظ النورمال بالانس تبع الريفينيو، وحافظ النورمال بالانس تبع الاكسبنسز، وحافظ النورمال بالانس تبع الديفيدنس. الانكم سمري ما له نورمال بالانس، بيحتمل الجهتين. مين يقول لي ليش بيحتمل الجهتين؟ دكتوره ممكن لانه يكون الاكسبنسز اكثر من الريفينيو، او الريفينيو اكثر من الاكسبنسز. بالضبط، اذا كانوا الاكسبنسز اكثر من الريفينيو، الشركه بشو بتكون عامله؟ بيكون عندها ارباح، ايرادات. اذا الاكسبنسز اعلى من الريفينيو بتكون الشركه عامله خسائر، عامله نتس. فعشان هيك بدكم تنتبهوا انه الانكم سمري بيحتمل الجهتين، عشان هيك ممكن الكلوزنج انتري تبعه يفرق ينعكس. عشان هيك دائما انا بنصحك انك تعمل لي دائما تي اكاونت للانكم سمري على جنب، عشان تعرف وين رصيده وتعرف كيف تغلق. وانا نصيحه يعني بنصحك، بتساعدك بالحل، انت اعمل اللي بريحك. طيب بعد ما انا اغلقت الريفينيو شو النكست ستيب تبعيتي؟ كلوز الاكسبنسز، صح؟ طبعا بالانتري اللي قبل انا ما تطرقت لنقطه، لانه ما عندي الا حساب ريفينيو واحد. ما تطرقت لنقطه، شو بتحكي لك هاي النقطه؟ انك انت لما تغلق الحسابات، انك انت لازم تغلق كل حساب بحسابه. يعني ما بصير تروح تحكي لي total expenses، ما هو كل expense. يعني هلأ أنا راح أورجيك، أنا عندي حساب اسمه supplies expense، هذا حساب supplies فيه 1500، وفي عندي حساب تاني اسمه depreciation expense كان فيه $40. اوكي خليني أشوف السلايد. وفي عندي حساب insurance expense، أدي فيه $50، وهكذا. طبعا في عندك عدة expenses، أنا مش راح أضلني أكتب لأنه نفس الفكرة. طيب هدول حسابات expenses، ما بصير تروح تقول لي. طبعا خلينا نتفق إنه expense بالديبت، عشان اوصل لزيرو شو لازمها؟ لازمها حركه كريدت بنفس القيمه، صح؟ يعني عكس الريفينيو، الريفينيو بالكريدت عشان اغلقها حطيتها ديبت. الاكسبنسز اصلا النورمال بالانس الها ديبت، فعشان اغلقها حطيتها بالكريدت. فالكلوزنج انتري لازم يكون فيه الاكسبنسز بالكريدت. ما بصير انت تروح تقول لي كريدت توتال اكسبنس. This is wrong. ليه this is wrong؟ لأنه أنا عندي كل تي أكاونت بدي أسكره لحال. شو أنا تحط لي total expense 7000 وأنت قسميهم بمعرفتك؟ طب شو أقسم؟ كل حساب على شو أحط له؟ لما أجي أعمل posting لهذا الأكاونت، لهذا الجورنال، كيف بدي أعمل posting؟ قديش أحط على supplies؟ قديش أحط على depreciation؟ قديش أحط على insurance؟ ما بعرف. عشان هيك أنت لما تغلق لازم تفصل لي كل حساب لحاله. اوكي خلينا نشوف كيف. هاي عندي كريدت سبلايز اكسبنس، بقيمه 1500، وعندي ديبريشيشن ان شاء الله عندك 690 حساب بدك تضل تكتب فيه. اوكي يعني انت بكره لما تشتغل ان شاء الله عندك 5000 حساب بدك تكتبهم كلهم. كريدت
insurance expense 50. أظن مصورة هذا. بعدين عندي salaries and wages expense. طبعا هذا الانتري مكتوب بالسلايد يعني بقيمة 5200 950. بعدين عندي rent expense. بعدين عندي interest expense. هدول كل مصاريفي. شو بعمل هلا؟ بس انا هيك لما سجلتهم واحدة بواحدة بكون انا اغلقت كل حساب على حدا. يعني بروح انا الحساب حساب supplies expense بعمل له 1500 وبسكره. حساب depreciation برضو اجته حركة كريدت ب40 بيجي 40 وبسكر. بعدين حساب insurance expense اجته حركة كريدت ب50 بيجي 50 وبسكر، وهكذا لباقي الاكسبنسز. تمام؟ طيب المجموع تبعهم قديش طلع معي؟ المجموع طلع 7740. هذا المجموع تبعهم اتفقنا انه الاكسبنسز والريفينيو يغلقوا بحساب الانكم سمري. يعني زي كاني اي ترانسفيرد البالانسز اللي كانوا بحسابات الاكسبنسز على حساب الانكم سمري. اوكي خلينا نعمل بوستنج لهاي الحركه. هاي عندي 7000 اوكي لحد هون حدا عنده سؤال؟ هيك انا بكون اغلقت ماي اكسبنسز. طبعا انا مش كاتبه لكم الا ثلاثه كمثال، الباقيين نفس الفكره. هيك انا بكون اغلقت ماي اكسبنسز. هاي السكند ستيب بالكلوزنج تو كلوز ماي اكسبنسز. حدا عنده عليها سؤال؟ طيب ننتقل للثيرد ستيب. هاي الثيرد ستيب اللي انا حكيت لك شوي بدك تكون يعني مصحصح فيها. الانكم سمري لما اغلقت الريفينيو اجاته حركه كريدت ب 10600. لما اغلقت الاكسبنسز طبعا انتبه انت مش قاعد بتنقل الاكسبنسز، انت قاعد بتعمل بوستنج لحساب الانكم سمري. فبطلع الانكم سمري هو وين تسجل. الانكم سمري اجته حركه ديبت ب 7740. فهاي لما اغلقت الاكسبنس بطرحهم من بعض بيطلع حاصل طرحهم 2860. ليش بالكريدت؟ لانه هاي الجهه اعلى. في حدا لحد هون مش فاهم علي شو بعمل؟ انا قاعده بحسب البالانس تبع الانكم سمري. ليش بحسب البالانس؟ لانه انا لما بدي اغلق اي حساب بغلقه بالبالانس تبعه. فانا عندي بدي اعرف قديش البالانس، يعني بعد ما حسبت البالانس تبع الانكم سمري هدول الرقمين خلص ما بهموني. ما بطلع عليهم. انا بهمني البالانس، هذا البالانس. هذا هو الحساب اللي بدي، الرصيد اللي بدي اغلقه هلا. وين احوله؟ احوله على returned earning. اتفقنا؟ طيب مين قول لي هاي البالانس شو هي؟ هي نفسها النت بروفيت صح؟ هاي النت انكم او النت بروفيت تبع الشركه. 2860 الشركه عامله ارباح، بدي هلا احولهم على حساب returned earning. برجع بسالك نفس السؤال، هذا الحساب فيه كريدت ب 2860 عشان اوصل لزيرو انا شو محتاجه؟ محتاجه احطه بالتباهي ديبت ب 2860. معناته الكلوزنج انتري للانكم سمري راح يكون ديبت انكم سمري ب 2860. اوكي اعمل لي بوستنج لهاي الحركه اشوف. ها 2860 بس تطرحهم من بعض بصير رصيده زيرو. تمام؟ فالانكم سمري وين بغلقه؟ اتفقنا اني بغلقه بحساب الريتيند ايرنينج. هات الثيرد ستيب بالكلوزنج تو كلوز الانكم سمري اكونت. واضحه؟
دائما الانكم سمري كلوزنج انتري بيكون بقيمة النت بروفيت او النت لوس اللي عملته الشركة. يعني حتى لو ما اعطيتك الريفينيو والاكسبنسز، مجرد ما اعطيتك رقم النت بروفيت بتقدر تعمل هذا الانتري. تمام؟ طيب خليني اعمل تي اكاونت صغير للريتيند ايرنينج عشان اورجيك كيف انا اي ترانسفيرد البالانسز حساب الريتيند ايرنينج. هلا حساب الريتيند ايرنينج فعليا هاي حساب الريتيند ايرنينج. نفرض كان فيه بيجينينج بالانس، خلينا نفترض انه كان فيه بيجينينج بالانس معين بهمنيش قد ايه، اعمل لي بوستنج لهاي الحركه شو بيكون اجا؟ اجا 2860. طبعا الريتيند ايرنينج النورمال بالانس له كريدت، فلما اجا كريدت ب 2860 بكون زدت الريتيند ايرنينج بقيمه البروفيت تبع هاي السنه. لاحظين كيف؟ يعني احنا عملنا كل هاي العجقه لنوصل لانه الريتيند ايرنينج زاد بالنت بروفيت اللي عملتها الشركه. لاحظوا كيف زاد؟ لاحظتوا كيف احنا بالخلاصه we transferred النت بروفيت على حساب الريتيند ايرنينج؟ هينا وصلنا لهي النقطه. تمام؟ طبعا هو ما خلص لهيك، لسه في اشي كمان هون رح يجي اللي هو اغلاق الديفيدنس. تمام؟ خليني اعطيكم رابع انتري. ما بدي اعمل لك تي اكاونت لانه هذا ما فيهوش اصلا اجتهاد. مين يذكرني الديفيدنس شو النورمال بالانس تبعها؟ دبت. معناته لما اغلقها وين لازم احطها؟ بالكريدت. بالكريدت. فراح يكون الانتري تبعي اللي هو رابع انتري اللي هو كلوزنج الديفيدنس راح يكون كريدت ديفيدنس. طبعا السؤال كان حكي لكم انه الديفيدنس قيمتها 500. الديفيدنس شو اتفقنا؟ اوعك تغلق لي اياها بالانكم سمري، كان كاتب لك هيلفول نت هالقد، هيلفول هنت هالقد. كان حكي لك it's not an expense account فما بصير تغلقها بالإنكم سمري، أصلاً حساب الإنكم سمري أنا أغلقته. إذا بترد تفتح لي إياه ما ليش أغلقته؟ بغلقها مباشرة بحساب الريتيند إيرنينج. فراح يكون عندي ديبت ريتيند إيرنينج ب 500. هذا آخر إنتري اللي هو كلوزينج الديفيدنس. تمام؟ تعال نعمل له بوستنج على الريتيند إيرنينج. طبعاً الديفيدنس بصفر. الديفيدنس بيكون فيه 500 ديبت وبتيجي 500 كريدت بصفر. تعال اعمل لي بوستنج للريتيند ايرنينج. الريتيند ايرنينج اجته حركه ديبت ب 500. طبعا الريتيند ايرنينج النورمال بالانس له كريدت، فالديفيدنس شو عمل بالريتيند ايرنينج؟ خفضها. اوكي، بوصل بعدين للاندينج بالانس للريتيند ايرنينج. على فكره هاي نفس معادله شو؟ نفس معادله الريتيند ايرنينج ستيتمنت. Beginning balance plus net profit minus dividends توصل للending balance تبع retained earnings. تمام؟ هيك أنا بكون خلصت closing entries تبعون الكوربوريشن. برجع بذكركم شو بتعملوا. أول إشي you close the revenue بالincome summary account. Then you close the expenses بالincome summary account. Then you close the income summary and dividends بالريتيند ايرنينج اكاونت. اول شيء الانكم سمري بعدين الديفيدنس. تمام؟ انتبهوا انه الانكم سمري بيحتمل الجهتين. يعني لو كان الشركه عامله نت لوس كان راح يكون الرصيد تبع الانكم سمري بالديبت، فلما اغلقه هذا القيد بيكون معكوس، وقتها ارباح الشركه المدوره الريتيند ايرنينج راح تتخفض مش راح تزيد. ماشي؟ حد عنده سؤال؟ ما عندكوش سؤال لأنكم فاهمين ولا ما عندكم مش سؤال لأنه مش فاهمين؟ شو الوضع؟ لا تمام دكتورة فاهمين، يعطيك العافية. الله يعافيك. ليز شباب ما تنسوا تمشوا بنفس هذا الأوردر. أول شيء بتغلق الريفينيو، بعدين بتغلق الإكسبنسز، بعدين بتغلق الإنكم سمري، بعدين بتغلق الديفيدنس. دكتورة بدي أسألك سؤال بس. هلا أنا فهمت إنه ليش عملنا الكلوز إكسبنسز وكل هدول، بس إيش حسيت شغلة؟ إنه ليه بالإكسبنسز حطينا بس كريدت؟ يعني بالعادة بنحط إحنا كريدت وديبت، عرفت كيف؟
ليه من امتى احنا الاكسبنسز بنحط كريدت ديبت؟ مش فاهمه السؤال. لا انه مش بالعاده لازم يكون اي شيء بدنا نسجله راح يكون فيه كريدت وفيه ديبت. بس انا مش حاطه بس كريدت، هدول كلهم كريدت وهذا ديبت. هذا لالهم كلهم. هذا لالهم كلهم، هذا المجموع الكريدت يعني هذا كومباوند انتري. اوكي تمام، يعني انا هيك بعمل. خليني اورجيك اياه على السلايد يمكن عشان انا الكتابه شايفه. هيو الانكم سمري ديبت وهدول كلهم كريدت. اوكي خلص انا بعمل ديبت للتوتال كامل. هلا بالضبط. وعلى فكره يا شباب حتى الريفينيو اذا عندك مور ذان وان اكاونت كان راح يكون ديبت سيرفيس ريفينيو، مثلا كمان ديبت رنت ريفينيو، ديبت توشن ريفينيو. يعني لو عندي عده حسابات ريفينيو بغلقهم بنفس الطريقه، راح يكون الديبت فيه حسابين او ثلاث والكريدت بيكون المجموع الانكم سمر. اوكي هيك تمام. طيب شكرا كثير دكتوره. اهلا. طيب حدا عنده سؤال على الكلوزينج؟ طيب مش عارفة أنا حكيت بأول المحاضرة ولا ما حكيت. حكيت بأول المحاضرة عن موضوع الغش والمش غش وهاي الأشياء. لا ما حكيت دكتورة مبارح حكيتين. مبارح حكيت دكتورة. أوكي منيح. طيب ما هو أنا شو صار مبارح بعد محاضرة مبارح؟ إجاني عدة إيميلات. أول شي فيه طلاب فكروا اني انا ماسك عليهم ممسك وانا مش وشايف بعرف انهم بغشوا وانا يعني وخاف ومش عارف شو، مع انه انا ابدا ما كانش هيك قصدي. في طلاب تانيين فكروا اني انا بحكي عشان في غش انا بدي صعب الامتحانات، وطبعا انا مش هيك حكيت يعني المحاضره مسجله ارجع اسمعوا. يا شباب انا بدي افهمكم شغله، يمكن انا لاني حكيت التو توبكس بنفس المحاضره شوي انتم عجبتوا. أول نقطة موضوع إنه في طلاب بغشوا والله يهديهم، مش راح أحكي أكثر من هيك. في طلاب بغشوا، هذا الموضوع أنا ما مش يعني مش اليوم أو مبارح عرفته، هذا الموضوع إحنا بنعرفه من الفصل الماضي إنه في طلاب عاملين جروبات وفي طلاب بحلوا لبعض وفي طلاب بجيبوا دكاترة يحلوا لهم الامتحان. يعني هذا الحكي مش أنا هلأ سمعت فيه أو بعرف فيه، وكل الجامعة بتعرفه وكل الدنيا بتعرفه، جدتي الله يرحمها بتعرف. هذا التوبيك يعني ما مش ريليتد لموضوع اني انا حكيت انه احنا بنتدرج بصعوبه الاسئله وانه امتحان الفيرست كان سهل، ما تتوقع امتحان الفاينل بنفس السهوله، وانه الكوز الاول كان سهل الكوز الثاني اكيد راح يكون اصعب. انا دائما سياستي اتدرج بصعوبه الاسئله، مش اني انا هلا قررت اتدرج عشان انتوا بتغشوا. This is my policy من قبل. ولو انا بدي اصعب عشان انتم بتغشوا كان اوريدي صعبت الميد تيرم، اوريدي بالميد تيرم بعرف انكم بتغشوا يعني، والجروبات اللي بتعملوها بتنزلوها على الشات بتنزلوها على الفيسبوك بتنزلوها في كل مكان. يعني مش ما تربطوش بليز امور انا ما حكيتها، يعني ما تربطوا الامور في بعض. وفي طلاب خافوا وفكروا انا ما رح اشكي عليك لاني انا بدي اشكي عليك عشان انا ماسكه عليك ممسك، في غيرك 20 مش ماسكه عليه فانا مش راح اظلمك بهذه الطريقه حتى لو انت غلطان، لانه في غيرك 20 واحد انا مش قادره امسكه، فانا مش راح اقول حتى لو اجاني اثبات انك بتغش انا مش راح اقدم فيك شكوى لانه في غيرك 20 بس ما عنديش اثبات، فانا ما بعمل هيك هلا. ف dont worry انا مش مكانش قصدي هيك بتاتا. فخلينا نفصل في موضوع انه انا بتدرج بصعوبه الاسئله وما وانا الميدترم اعتبرته فيرست عشان هيك كان سهل، لكن الفاينل مش راح يكون بنفس السهوله، والكويز الاول كان سهل الكويز الثاني اصعب الكويز الثالث برضه مش راح يكون سهل. هاي ذس از ماي بوليسي اني انا بتدرج بالصعوبه، واوريدي اعطيتك 40 علامه سهلين وكتر خير وفيش دكتور ثاني بيعمل. الموضوع الثاني، وطبعا انا هذا الحكي كان ردا على الايميلات اللي وصلتني منكم يوم السبت انه الكويز كان صعب. الموضوع الثاني اللي انا حكيت فيه اللي صدفت انه حكيت فيه بنفس اليوم، انا يوم السبت قعدت مع دكاتره بجامعتين ثانيين يعني بس عشان اوضح لكم، وللاسف عرفت انه قبل شهر في طالب خريج انفصل عندهم لمده فصلين نتيجه انه غشش طلاب ثانيين بالامتحان، حل عنهم ساعدهم بالحل وتبر ما عنديش الديتيلز كثير، وهو خريج وانفصل فصلين كامله. أنا صراحة كتير اتضايقت عليه إنه هو اللي غشش وهو اللي انفصل كمان. اللي غشه فقط أخذوا صفر بالمادة، اللي غشش انفصل فصلين كاملات وهو خريج فصل سنة كاملة يعني. فأنا حبيت أنبهكم لما سمعت هاي القصة إنه عشان، وطبعاً وقت ما صار الانفستيجيشن الطلاب اللي غششهم أول ناس فسدوا عليه، صاروا ورجوا سكرين شوت وحكوا هو اللي قال لنا أغششهم مش إحنا اللي قلنا له غششنا،
يعني هو يعني باعوه اول كبسه يعني. فانا كانت بس بنصحكم عشان انا بخاف عليكم انه بليز ما تعملوا هيك وما تسووا هيك وما تثقوا بحدا وما تغشوا حدا، لانه ممكن تتعرضوا للاذى، ممكن تتعرضوا لعقوبات. فانا بس هاي كان الموضوعين مش ريليتد، والموضوعين كانوا ديفرنت عن بعض، فبس حبيت اوضح لانه اجاني ايميلات غريبه واللي بيقول لي دكتوره واذا انت شفتي اسمي انا ماليش خص انا ما شفتش اسم وما ليش علاقه، وانا بس حكيته بشكل عام وبنصحكم عشان مصلحتكم. اوكي يعطيكم العافيه، بشوفكم محاضره بكره اذا ما عندكم اسئله. يعطيك العافيه دكتوره. اوكي شكرا دكتوره. اهلا، حدا عنده سؤال ولا انهي؟ يعطيك الف عافيه دكتوره. الله يعافيك.